ننتقل إلى ضيفنا من حيفا الذي ينضم إلينا مباشرة، أمير مخول الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد أمير. العديد من التقارير العالمية الأمريكية اليوم تتحدث عن شكوك بشأن مستقبل بنيامين نتنياهو، تحديدا بعد الحادثة الأخيرة المتعلقة بمقتل محتجزين إسرائيليين بنيران صديقة، ناهيك أيضا عن عدم تحقيق الحملة العسكرية هدفها بالقضاء على البنية التحتية لحماس، العودة إلى المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين، ضغط داخلي من عائلات المحتجزين وضغط خارجي من الولايات المتحدة والدول الغربية، إلى أين قد يذهب هذا الضغط؟ يعني هذا غير واضح لحد الآن إسرائيليا، حتى لأنه واضح أنه المنحة هو يعني زعزعة في قدرة نتنياهو، في كفاءاته، في الثقة فيه، وغضب شعبي جارف يعني هائل ضد نتنياهو، لكن لحد الآن لم ينجح في إسقاطه من الحكم. نتنياهو دخل الجبهة الأهم بالنسبة له في المعارك، مقابل غزة، مقابل الضفة، مقابل لبنان، دخل في جبهة صراع البقاء السياسي بالنسبة له، ولذلك عاد إلى فتح الملفات القديمة، ملف أوسلو وتأليب المجتمع الإسرائيلي نصفه على نصفه، وتأليب اليمين الإسرائيلي كي يعني يدعم نتنياهو بشكل كبير جدا، وأيضا نوع من الاستهانة بمطالب عائلات الأسرى، حتى الأسرى المحتجزين في غزة، حتى لو كان ذلك من خلال لغة مختلفة، يعني اللغة تبدو عاطفية نوعا ما، لكن في الأساس تمام، اللغة تبدو عاطفية ربما، ويحاول من خلالها كما تتفضل تحوير الانتباه عن ربما قرارات معينة أو إخفاقات عسكرية معينة على الأرض، ولكن ألا يضعه ذلك بمواجهة ربما مباشرة مع حليف إسرائيل الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول غربية أخرى أيضا؟ هو موجود في هذه المواجهة منذ البداية، هو يدرك أن بايدن ليس حليفه، وأيضا الأوروبيين ليسوا حلفائه، لكن هم حلفاء إسرائيل، وهو لعب على هذا الوتر بشكل كبير جدا، لكنه عاد إلى الخندق الأساسي بالنسبة له، وهو خندق الائتلاف الصهيوني اليميني الديني الحاكم، وهناك يجد ضالته، من هناك يبدأ في إشعال نار غزة وإشعال نار الضفة تحت مسمى منع أوسلو ومنع دولة فلسطينية وتقويض السلطة الفلسطينية والتوافق مع سموتريتش ومع بن غفير، وهذا يعني حرق الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا في صراعات. من الواضح لو يعني جرت اليوم انتخابات، كما يبدو المنحة هو سقوط نتنياهو، لكن قد يسقط من الليكود أيضا لاحقا، وليس واضحا بعد وضع المعارضة لنتنياهو، المعارضة الإسرائيلية، وكيف سيتعامل حكومته أو ائتلافه الحاكم مع الأحزاب العربية، هل ستسعى إلى منعها من خوض الانتخابات؟ وهذه كل أمور واردة حقيقة في السياسة الإسرائيلية، لم باتت مكشوفة ولا توجد أي ضبابية في الأمور، ولا توجد محاولات للبس نوع من الوجوه المختلفة، لا يوجد تستر على المواقف، المواقف هي علنية وهي حرق كل ما يمكن. هل تعتقد أن نتنياهو سيستمر بالنهج نفسه أو قد يغير في هذا النهج، لسيما أنه كان هناك انتقادات واضحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعاه إلى تغيير حكومته، فيما يعتبر البعض الآخر ربما أن تغيير هذه الحكومة في الوقت الراهن يعني أنه عندما تنتهي الحرب على حماس ستكون نهاية حياة نتنياهو السياسية أيضا؟ يعني نتنياهو أيضا يدرك أنه المنحة، الضغط الأمريكي، ضغط إدارة بايدن عليه بدأ يتراجع وليس يعلو من حيث الوزن النوعي، لأن الإدارة الأمريكية تدخل في الولايات المتحدة تدخل في الانتخابات الرئاسية، ونتنياهو يراهن على ضعف إمكانيات التدخل والحسم من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا فعلا شيء يعني يدركه نتنياهو. لكن في المقابل هناك كان تراجع حتى في إدارة بايدن حين توجهت له في تغيير ائتلافه،
كانت لحد قبل شهرين تدعوه أو تدعو أو تدفع الأمور نحو استقالة نتنياهو نفسه، لكن الآن تتحدث عن بقائه والتسليم ببقائه مقابل تغيير ائتلافه. لن يغير ائتلافه لأنه لا يوجد له بديل آخر، وائتلافه مربوط به وهو مربوط به في هذا الائتلاف. طيب ماذا عن الداخل الإسرائيلي اليوم؟ يعني وفق الاستفتاء الأخير الذي أجرته معاريف، نحو 30% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن بنيامين نتنياهو مناسب في منصبه، واليوم الضغوط الداخلية تزداد مع عجز بنيامين نتنياهو على تحقيق مكاسب عسكرية تعيد الأسرى كما أو المحتجزين كما هو واضح اليوم، وعودته إلى طاولة المفاوضات. المجتمع الإسرائيلي، الرأي العام الإسرائيلي، ينزاحان بشكل كبير جدا نحو اليمين واليمين الفاشي إلى حد معين، ونحو التصعيد الحربي، ونحو الانتقام، ونحو كره الفلسطينيين، وهذا ونحو رفض دولة فلسطينية. لم تحدث لحد الآن أي زعزعة في هذه الثورة، بالعكس يعني بعد 7 أكتوبر تعززت هذه واستحوذت على المركز السياسي هذه النزعة. لكن الآن قد يكون موضوع الأسرى في غزة، المحتجزين في غزة، وعدد الجنود القتلى والجرحى والخسائر البشرية ضد إسرائيل، والتكلفة الهائلة للاحتلال، تبدأ في نوع من خلق وعي جديد. لكن لحد الآن لا يوجد قوة سياسية تسعى إلى تنظيم هذا الوعي الجديد باتجاه أنه هذه الحرب مكلفة أكثر من اللازم، لا يوجد فيها أهداف، لا يوجد فيها إنجازات، ولا يوجد فيها أي أفق يحرر إسرائيل أو يعيد لإسرائيل حتى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من ردع نسبي ومن هدوء نسبي. الآن كل الأمور تعثرت ولا يوجد مخارج، لكن لا يوجد مخرج أيضا سياسي. طيب في المحصلة، هل تعتقد أن طول أمد الحرب سوف ينقذ بنيامين نتنياهو أن المزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأيضا تعثر موضوع إعادة المحتجزين اليوم، لن يلعب في مصلحة ذلك؟ لا مثلا موضوع قتل الرهائن الثلاثة قبل يومين بالنيران الإسرائيلي، هذا لم يبلغ يعني مداه لحد الآن. الغضب الشعبي، هناك غضب شعبي هائل ضد نتنياهو، لكن من جهة واحدة، من جهة المركز أو اليمين المعتدل ما يسمى. لكن في المقابل القوى الأخرى تدعم استمرار الحرب، هناك شبه إجماع على استمرار الحرب لحد الآن. إطالة أمد الحرب قد ينقذ أو يطيل عمليا أمد نتنياهو في الحكم، مع أنه مثلا بدأ لبيد بالأمس يتحدث عن ممكن إمكانية انتخابات وسط الحرب وخلال الحرب، وهذه لأول مرة يصدر تصريح من هذا النوع من قائد سياسي. في المقابل نتنياهو إذا توقفت الحرب سوف يعزل تماما، لأنه يعني هذا الإخفاق يسجل على اسمه، وهذه الهزيمة، إسرائيل تشعر نفسها مهزومة أكثر من مجرد إخفاق وفشل، تشعر نفسها مهزومة تماما، وهذه الحالة لا يوجد فيها أي أفق أو مخرج، لكن لا يوجد أيضا مخارج باتجاه المعارضة أن تيجي تطرح مخارج، وهذا يجعل الوضع أكثر صعوبة. لكن الحديث إضافة يعني إلى الإخفاق الأكبر في 7 من أكتوبر ربما الموجود أيضا على سجل بنيامين نتنياهو. شكرا جزيلا لك من حيفا، الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول.